هل الأب أو الأم هو المسؤول الأول في التربية؟ وما هو دور الأب وما دور الأم على وجه التحديد؟ الحقيقة أن الأب والأم كلاهما مسؤولان عن تربية الأولاد، والحديث واضح يقول: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فلا بد من التنسيق بين واجب كل منهما، والتكامل لا بد أن يتحقق، والتعاون على الخير مطلوب، والله أعلم.